وكاين اللي واقع حاليا هو قسم اللي هو محافظ قسم وحداتي، والحداتي معاد منذ مدة هما تيتكلموا وتيطالبوا بتغيير المدونة، وخاصة المساواة في الإرث وقضية الزواج ديال القاصرة والتعدد وبزاد قضية العلاقات الرضائية وغيرها. فالإشكال الذي أظنه هو أن التعديل سيكون، وقد كلف أمير المؤمنين رئيس الحكومة، وهذه أولا أول مرة يكلف رئيس الحكومة، لأنه قبل كلف سيدريس الضحاك أو بوستا، معناه بأنه خارج السرب ديال المسؤولية، أو الحسن الثاني رحمه الله كلف علا الفاسي، وكانت لا تمر لأنها تنشر بظهر شريف. الآن الملك حفظه الله غير معالمها، وكانت أنها تكون فيها واحد نقاش كبير مع جميع المؤسسات السياسية اجتماعية نفسية طبية، وفعلا تبلورت المدونة الأسرة، ماشي مدونة اللي خاصة بالمرأة، لأن الإشكال اللي وقع هو أن حينما تحدث عن المدونة تحدث على المدونة الأسرة، الرجل والمرأة والأطفال، وهذا يعني بأن ما يمكنش رجل رجل، ما يمكنش مرأة وامرأة، فمعنى رجل امرأة وأسرة، وهذا هو الزواج، هذا هو الزواج، هذه الأسرة والتي بينهما عقد ميثاق غليظ، ميثاق ماشي ديال المتعه ولا ديال زواج ابيض ولا ديال المصلحه ولا 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 ولا, ولا. ولكن هذاك الميثاق الغليظ تيخليو انهما الرجل والمراه يتحمل المسؤوليه في الزواج، كل بيناتهم واجبات وبيناتهم حقوق. فلهذا لا ينبغي ان نتحدى دائما المراه مظلومه مظلومه مظلومه، احيانا الرجل يكون مظلوما. فين كاين الإشكال؟ هو تطبيق المدونة راجع لأمرين، إما فيها ينبغي بعض التعديلات أن تكون فيها، أو أن الخطأ تكون من الأشخاص وليس من المدونة. تتلقى أن الرجل ما تبغيش يعطي النفقة للمرأة، تتلقى المرأة تتبغي عنادا تكريسيه في الأجرة ديالو وتخليه جالس على الدص، في حين بعض المرات في البوادي تتلقى أن النساء ما تياخذوش الإرث ديالهم، ما تياخذوش الارث ديالهم وتيهيمن عليه الرجل، او خاصه الرجل ديال الباديه، وحتى ان الاخوان ديالو تيكونوا خارج الباديه لا يستطيعون شيئا. وهذه كثير من القضايا فعلا ان هنايا تتكون قوانين باغي ان تعدل، وان يكون فيها مثلا قضيه السكن، قضيه المراه واش تحول قدام المدرسه، خاص الاتفاق ديال تصوب الباسبور هما بجوج، الى يخرج خارج المغرب وتخرج خارج من المدينه، واش باعتبار انها تبلغوا ولا ما تبلغوش، او حتى تعطيه الاذن ولا يعطيه هو الاذن. هذه كلها هي اللي خلات بهذه الامور هذا ينبغي. اما تكلمي على الارتداد كله واسقاط كثير من الشريعه الاسلاميه، هذا الخط الاحمر، وقد تحدث فيه امير المؤمنين بصفته هو له الصلاحيه الدينيه الدستوريه الشرعيه التي تقول لك انه لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، بمعنى ان الثوابت الشرعيه هي ستبقى. تعديلات ما لم مرت 20 سنه على المدونه وتحتاج الى تعديلات، وهذا يبرز بشكل كبير على هذيك اللجنه الرباعيه من غير رئيس الحكومه ووزير العدل، السلطه القضائيه التشريعيه القضائيه والنيابه العامه تتبين بان كاين اخطاء وتجاوزات هي تقنيا باغي نصلح. اما ما يتعلق بالشريعه بمضامين الشريعه الاسلاميه في المدونه، هذا لا ينبغي ان يتغير ولن يتغير. وتنقلوا بان المدونه هي اللي بقات، هذاك هي الحلقه ديال الشريعه الاسلاميه، فالقوانين كلها وضعيه، ولكن ما يتضمن في المدونه حوايج شخصيه هو من الشريعه الاسلاميه الذي ينبغي ان نحافظ عليه ونحن مسؤولون عليه، سواء كان ملكا او شعبا. لان ملي تنقولوا حنا كاين مليون ونص ديال 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 القراء وديال حفظ القران، وتتبان في كثير من الامور بان نحن متمسكين بديننا، فلهذا هذه الحتاله من الحداتيين ومن من 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 اللادينيين لا اعتبار لهم. إذا كانوا تفكروا في الغرب
بالقانون الغربي، حنا تنفكروا بالقانون الشرعي الاسلامي ديال الهويه المغربيه اللي حنا تنتشبتوا به ومتمسكين به. فمعنى هذا ان البلاغ الملكي واضح ان هذه اللجنه الرباعيه من دير ورقه العمل ديالها ستنضاف عليها المجلس العلمي وحقوق الانسان ووزاره ديال المراه وديال الاسره ديال الطفل، فمن بعدها ستكون فعاليات ديال المجتمع المدني، ومنهم تتكون المنظمات النسائيه السياسيه اللي كل واحد يقدم الورقه ديالو فيما يريد ان يعدل فيه. ومن تتجمع بعد مده ديال 6 اشهر طبيعه الحال بالتوازي ستبقى التغييرات الطفيفه التقنيه في القضايا التي سيشيرون اليها بالاجماع ستقدم الى سيد البلاد الى امير المؤمنين لمراجعتها و غربلتها وتقديمها الى قبه البرلمان، وهذه اضافه ان يشارك فيها مجلس الامه، ثم الى المحكمه الدستوريه، واخيرا تطبق في 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 واقع المعاش. الذي ينبغي ان نتحدث عليه راه احيانا راه المشكل اللي كاين هو ثنائي، التربيه ما كايناش. ينبغي ان نعي مسؤوليه الزواج ومسؤوليه الاسره ومسؤوليه الاولاد سواء عند المرأة أو عند الرجل. الإشكال اللي كاين حاليا هو أن هذاك الاختلاف الرجل والمرأة في التصور، هي تتجبد هو تجبد، وما كايناش خوف الله، ما كايناش التربية، ما كاينش الهدف الأسمى بالإنجاب الأبناء الصالحين والمصلحين في المجتمع. هادو هما اللي تيخليوك أنك تتكون عندك واحد رؤية محددة تحافظ على نفسك. شوف راه الرجل هو القدوة للوليدات ديالو، المرأة كذلك. فلهذا ملي تلقى الكذوب بيناتهم والنفاق بيناتهم والحرب بيناتهم، كيفاش غيخرج الولاد؟ مشردين، ضايعين، مشتتين. ولكن ملي تكون الأسرة هي متماسكة بينهم السكينة والمودة والرحمة، وأن كل واحد يؤدي ما عليه، وبيناتهم التجاوز والتطوع، هنا ستكون الأسرة متماسكة، نظيفة، نقية، ربانية، ستذهب إلى إنشاء الأبناء الصالحين وتكون أسوة وتمرة للمجتمع كله. هذا ما الذي نصب إليه. من تتخلينا حنايا في الجانب التقني القانوني أرى الأسرة رضيعة. ثم ثانيا هو أن أحيانا يريد أحيانا المجتمع تبغي يفرض كثير من الأمور على الرجل، هو ثقله ثقيل بالمسؤوليات، مع هذا غلاء الأسعار، مع هذه الدراسة اللي خصو يقريه. أحيانا الرجل والمرأة تقول لي لا ندخلوا المدرسة، تقول لي لا أنا ما عنديش ندخلوا عمومي. هذا إشكال هذا. فمعنى أن راه حتى قضية الجانب الاجتماعي ينبغي على الدولة أن تتكلف به وتتعاون فيه. راه إلا مشيتي لأوروبا هذا اللي عندهم الزواج المدني ماشي شرعي، راه الولاد راه مكلفه بهم الدوله، راه حتى لو وقع الولاد لو وقع الطلاق او الانفصال راه كل واحد تمشي في حالاته، وقدر الاسره تاخذهم الدوله وتعطيهم اسره اخرى وتتكلف بهم وتعطيهم اعانات. راه في كندا المراه الى ولدت راه عندها سنه تتخلص فيها ماشي شهرين، راه ممكن حتى الرجل يجلس سنه. فمعنى ان كاين تعويضات كثيره وتتكون واحد المراقبه ديال الدوله على الدريري. راه الدريري ديال ناي 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 التليفون بضربني راه يجيو ليه، بخلاف هنا ما كاينش هذا الشيء. فمعنى ان الدوله راه هي مسؤوله، والتربيه ديال 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 ديال, ديال الاسره خصها تكون ها الشق التربوي والروحي ينبغي ان يكون ونفعلو، عرفش نشوفوا الجانب التقني راه حقا فين كاين الخلل وفين كاين هذه. اما الحدثين دائما هما غوغائيين، يتكلمون خارج السرب ويتكلمون بمنظومات وديولوجيات خارج المنطق الشرعي الديني المغربي، وفي الاخر يتيهون ويصبحوا من الافول. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.